وصل نادي الاتحاد السعودي على رأسه من اللاعب الفرنسي الشهير الجزائري الأصل كريم بنزيما إلى مدينة أربيل، حيث جرى استقبال بعثة الفريق السعودي من قبل محافظ أربيل أوميد خوشناو وعدد من المسؤولين الإداريين في المدينة. وإن زيارة الفريق السعودي تأتي في إطار مشاركته في بطولة أبطال آسيا للأندية التي تستضيف مدينة أربيل عددا من مبارياتها. في حين كان نائب رئيس نادي القوة الجوية العراقي هيثم كاظم أكد أن إدارة النادي قررت أن تعامل وفد الاتحاد السعودي خلال حضوره إلى أربيل بالمثل، فلم يكن هناك استقبال رسمي يمثل نادي القوة الجوية، وذلك قبل يومين على المواجهة المرتقبة بينهما ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدور أبطال آسيا في ملعب فرانس وحريري، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دور أبطال آسيا. اي ما تبكي انا تبكي لا لا يتصدر فريق الاتحاد السعودي فرق المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فريق سبهان الإيراني برصيد 4 نقاط. كان فريق الاتحاد السعودي قد فاز على القوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية. أما التعليقات والآراء المكتوبة وردود الأفعال كانت كالتالي، نبدأ من تعليق أبو زيد الحسيني. يقول أبو زيد الحسيني في تعليقه عن قدوم بنزيما ونادي الاتحاد إلى أربيل، يقول حلو جدا بعدم وجود من أعضاء إدارة الجوية في استقبالهم، وفورا إلى السيارة من راحوا الجوية للسعودية، ما حد عبرهم وخلوهم يقعدون ويا الجمهور، عجبتني طلعة الجوية بهاي عاشوا. أيضا تعليق من زين العابدين، يقول زين العابدين يقول المعاملة بالمثل، غير كاكا يطرد القوة الجوية وأيمن حسين على مود الاتحاد، غير بنزيما جايهم. هناك أيضا تعليق ومداخلة أخرى من غالب طالب، يقول المعاملة بالمثل، غير هذا التعليق يطرد القوة الجوية وأيمن حسين على مود الاتحاد، غير بنزيما. هناك أيضا مداخل من حسان علي، هلا بالحكومة، هلا بأبو إبراهيم، هلا بالبطل، هلا بصقارهم، أنا اليوم أشجع الاتحاد وعذرا للجوية لأن بنزيما البطل مالتي، بنزيما ولا غير، أهم شيء نشوفه بمستوى حلو يليق باسمه وتاريخه. تعليق من علاء، يقول علاء في تعليقه، من راح رونالدو لإيران شلون استقبال رسمي والدنيا انقلبت عليه، أشو بنزيما ولا عبالك رايح الأربيل، عادي الموضوع، ياهو الصح وياهو الخطأ. على العموم نتمنى من أربيل يسوقون صح جاية بنزيما يمهم. تعليق آخر من أركان محمد، يقول رسميا أيمن حسين يهبط للمركز الثاني بالهجوم بعد وصول الأعظم بالتاريخ بنزيما.